السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم جميعا في حلقة جديدة من لقاءات الشباب العربي اللي بالتحديد هذه تهدف لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي مع شباب عرب ملهمين يعملون في مجال التغير المناخي والبيئة من نواحي مختلفة. معاكم ريم المريخي من البحرين، عضو في مجلس الشباب العربي للتغير المناخي. لقاء اليوم مميز، وصراحة يعني واحد من اللقاءات اللي أنا شخصياً كنت متشوقة لها، مع ضيفنا شادي خليل من مصر. شادي هو الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة جرينش. أخوي شادي، يعني إحنا مقدرين جداً تواجدك معنا اليوم ومشاركة الشباب العربي معارفك وخبراتك. شادي، أنا بترك لك المجال تعرف عن نفسك أكثر، وإذا تقدر يعني بالتحديد بعد تقول لنا يعني أولا أنا عايز سبب أشكرك اهتمامك في جدا، قضايا وبالعكس التغير أشرف المناخي لي إن أنا أبقى والبيئة. موجود معاكي وأبقى موجود جزء من مجلس الشباب العربي بكل الشغل اللي أنتوا بتعملوه والوعي اللي أنتوا بتحاولوا تنشروه، مش بس في الإمارات لكن في المنطقة كلها. أنا اسمي شادي خليل، أنا مؤسس شريك في جرينش، وجرينش هي مؤسسة ابتدت في مصر هدفها ان هي كانت تنشر الوعي والعلم بخصوص قضايا تغير المناخ في مصر وفي المنطقه. بنعمل ده من خلال 4 محاور مختلفه. اول حاجه البحث العلمي، ازاي يبقى في لغه بتتكلم عن تغير المناخ وعن مواضيعنا نابعه من الوطن العربي ونابعه من مشاكلنا. فده اول حاجه، وحاجه مهمه ان الخطاب بتاع تغير المناخ مش متصدر لنا من بره، من الاخر كده محدش مهتم في المنطقه عندنا بالدب القطبي، لكن مهتمين بالاكل ومهتمين بالزراعه ومهتمين بالمشاكل دي، فدي حاجه مهمه. الحاجه التانيه هو التعليم والتوعيه، فاحنا عندنا انديه جرينش موجوده في 10 محافظات حوالين مصر وفيها 2000 طالب بياخدوا محتوى تعليمي بيئي وبيطلعوا بحلول مشاكل بيئيه جوه المجتمعات بتاعتهم. الطاقيه بقى التانيه اللي انا لابسها ان انا مسؤول حملات في جرين بيس، وهي بتشتغل برضو على التوعيه والتعليم في مجال تغير المناخ في المنطقه العربيه. شادي، شنو سبب بص يعني الشخصي طبعا يعني لاهتمامك في هاي المجال انا فاكر بالتحديد، وقتها كان إذا عندي ما حتقول 24 سنه لنا تقريبا يعني؟ لما ابتديت جرينش، وكان مدحت شريكي يعني في جرينش الله يرحمه، احنا كنا ساعتها اتقابلنا وكنا بنشتغل في مجال التنميه، فده كان بيسفرنا في اماكن كتير قوي حوالين مصر، فشفنا قد ايه المجتمعات متاثره بمشاكل البيئه، المزارعين ازاي المحاصيل بتاعتهم بتتغير ومش عارفين يزرعوها، في مشاكل ليها علاقه بالمخلفات في كل مكان كنا بنروحه، الشعاب المرجانية بتتغير، الأسماك الصيادين بيشتكوا منها، كنا كل ده شايفينه وشايفين إن في نقص في ربط ده بقضايا تغير المناخ وفي الأزمة اللي إحنا فيها. فأنا فاكرة إن إحنا قلنا هنتطوع ونعمل تور، ما كانش في أي فكرة جرينش في الوقت ده، هنتطوع هنكتب ستاتس على الفيسبوك نقول يا جماعة إحنا عايزين نعمل ورش تعليمية في المحافظات عشان بس نزود درجة الوعي، ونبتدي نلف في المحافظات. فكتبنا ستاتس دي على الفيسبوك، وصدقيني افتكرت ما حدش هيعبرنا، يعني ما حدش هيبعت لنا او يرد علينا، لقيت ناس كتير قوي بعتت لنا عرض ان هم يستضيفونا. فسافرنا فعلا 5 محافظات حوالين مصر، وفاكر في اخر محافظه فيهم احنا قلنا ليه ما نعملش ده كل يوم، وفعلا بعدها ب6 شهور وقفنا، كان عندنا حصاله كده بنحوش فيها علشان نبتدي جرينش، وقفنا بعد 6 شهور الشغل بتاعنا اللي هو كان بدوام كامل، وابتدينا جرينش، وابتدى ناس كتير قوي تنضم لنا. كنا فاكرين كان عندنا مقاومة من أهالينا، كانوا عمالين يقولوا لنا دايما في حد يسيب شغلانة ثابتة ويبتدي شغل عن قضايا تغير المناخ في مصر، انتوا مجانين. فاحنا قلنا لهم ادولنا فرصة نبقى مجانين سنة، لو فشلنا هنرجع تاني نشتغل في وظيفة دوام كامل. الحمد لله ما فشلناش. الحمد لله. يعني صدق ساعات لازم الواحد يجرب ويكتشف، خصوصا اذا الشيء اللي كان يعني قاعد يسويه شيء هو يحبه شخصيا. والصراحه يمكن من المحور أو واحد من المحاور اللي انا شخصيا مهتمه فيها، ويعني وايد يعني عجبني او شدني ان جرينش، يعني الجانب اللي يسمونه البحث العلمي المتخصص بالوطن العربي، لانه صح نفس ما قلت، يعني يمكن
مشكلة البحث العلمي أو الديتا أو الريسيرش ماتيريال اللي موجود في الوطن العربي عن الوطن العربي محدود. فيعني احنا دائما يعني نقدر اي مؤسسات او افراد حتى يعني يبتدون انهم يعني يغطون هاي الناحيه من الموضوع. صراحه يعني يعطيكم عساكم على القوه ويعطيكم العافيه. يمكن لقاء واحد شادي ما يكفينا اصلا، بس نتعلم ويعني ونعرف اكثر ربنا عن يخليك، يعني تجاربك، مستنيين بس بيتكلم نحاول ان شاء بجد. الله نغطي انا قد فعلا ما نقدر فخور، في هاي اللقاء. واللي انتوا فعلا بتعملوه بيعمل نقلة حقيقية في الخطاب اصلا في المنطقة كلها. انا اللي فخور ان انا جزء من ده، ونفسي اتعرفوا على الطلاب بقى بتوع جرينش، هم دول ممكن يحكوا قصص احسن مني. لا والله صدق احنا بعد يعني مهتمين وحابين يعني، وان شاء الله يعني نستلهم منكم احنا، ويعني خبراتكم هي اللي بعد تدفعنا ان احنا يعني نكمل ونوسع اطار تفكيرنا. يعني شادي، كونك يعني شريك المؤسس ورئيس مجلس ادارة جرينتش، تقدر تخبرنا اكثر عن شلون ممكن الشباب مو بس في مصر بس في الوطن العربي يقدرون يستغلون الخدمات اللي أول توفرونها عشان حاجة اللي نفسنا يعني فيها يزيدون جدا معارفهم جدا في قضية جدا التغير المناخي والبيئة؟ إن إحنا عايزين نبقى بننشأ، إحنا عندنا أدلة تدريبية تعليمية في قضايا مختلفة كتير جدا. أول حاجة طاقة متجددة، إعادة تدوير، الزراعة والمية، والتغير المناخ. الأدلة دي مفتوحة المصدر، يعني ينفع أي حد يستخدمها وياخدها يدرب عليها ناس تانية. فلو قدرنا سواء إحنا كأنشطة طلابية موجودة في جامعات، شغالين في جامعات متطوعين فيها، ان احنا ندمج الادله دي من غير ما ترجعوا لنا، استخدموها واكتبوا عليها اسامي اي حد في الدنيا. اهم حاجه ان العلم ده فعلا يبقى بيوصل. تاني حاجه، لو انتوا عايزين تبقوا بتنشئوا انديه طلابيه جوه الجامعات بتاعتكم، تواصلوا معانا ارجوكم، سواء من خلال الويب سايت او من خلال السوشيال ميديا بتاعتنا، واحنا هنبقى حابين جدا ندعمكم في ده، من خلال دعم ان انتوا تنشئوا الانديه دي جوه الجامعه، ان احنا عندنا فريق مخصص جوه جرينش فول تايم هيبقى بيدعمكم بشكل تقني، بيعملكم مواضيع تدريبيه. تاني حاجه، بعد ما الطلاب بيمروا بتجربه السنه دي، احنا كمان بنعمل مسابقه اسمها جائزه مدحت بن زهير. والجائزه دي بتبقى جائزه ماديه ان هي تدعم مشاريع فعلا بتحصل على الارض، الطلاب بيقوموا فيها في المناطق اللي هم موجودين فيها. فانضموا لنوادي جرينش، انشئوها. مش عايزين يسموها نوادي جرينز، سموها اي حاجه في الدنيا، اهم حاجه خدوا الادله التدريبيه، تواصلوا معانا، وده هيأهلكم ان انتوا تبقوا بتتسابقوا معانا في المسابقه دي. هنوصلكم باكسلريترز، اماكن بتدعم رياده الاعمال، مسرعات اعمال، هنقدم لكم دعم مادي وتقني. فلو اي حد عنده الطاقه دي، طالب او طالبه في اي مكان في الوطن العربي، ارجوكم انضموا لنا. ان شاء الله شادي من حضور اليوم او مشاهدين يعني هذه الحلقه بالتحديد يعني يقدرون يدخلون على موقعكم ويشوفون المحتوى اللي عندكم، ويعني يقدمون على هاي المشاركات. صراحه يعني وايد حلو ان الدعم مو بس يعني تقني وتدريبي، بس بعد في جوائز ماديه يقدرون هم يعني يقدرون يا يطبقون رب. المشاريع والافكار اللي هم يعني حابينها ومهتمين فيها ونشأوها. بس استاذنك شادي، اذا في احد من الحضور او المشاهدين حق هاي الحلقه اذا احد عنده سؤال حق شادي، تقدرون تحطون اسئلتكم في الكويستشن بوكس اللي موجود في الشات، او اذا في احد عنده تجربه او شيء حاب يشاركه مع الحاضرين في الحلقه يقدرون بعد يحطونه في الكومنت سكشن. شادي، بعد في عندي نقطة، يمكن أنا يوم كنت أقرأ عن جرينش بالتحديد شفت أن في جانب من عملكم يركز على أهداف التنمية المستدامة. أنا حاليا أشتغل في المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة، ولما نتينا زيارات من الطلاب أو الأطفال دائما ونفتح لهم يعني نتكلم عن أهداف التنمية المستدامة، دائما يسألوننا شنو هو أهم هدف من الأهداف 17. احنا هني بدورنا طبعا نتكلم عن يعني شلون الاهداف هي متصله ببعضها ببعض، وانا ما اقدر اعطي اولويه حق هدف على هدف ثاني، لان
يعني في نهاية اليوم أنا ما أقدر أتكلم عن القضايا الاجتماعية أو البيئية بدون ما أتكلم عن الاقتصاد أو غيرها. فشادي من تجربتك الشخصية وتجربتك في المجال نفسه، شلون ممكن الشباب ينظرون تحديدا قضية التغير المناخي بنظرة شاملة، مو بس يعني انت كقضية بتتكلمي منفصلة على ولها الاهداف، هو انا بالنسبه لي تحدياتها اهم هدف أو مو متدخلة بحبه اللي هو بأشياء أخرى؟ التعاون ما بين كل الاهداف، لان القضايا مش منفصله. قضايا الفقر ليها علاقه بتغير المناخ، ليها علاقه بالحياه فوق الارض، الحياه تحت الماء، اللي هو الاهداف دي انا بالنسبه لي اكتر من اكتر كمان الاهداف اللي بتستوقفني وبحبها جدا جدا في اهداف التنميه المستدامه، هو الانتاج والاستخدام المسؤول، اللي هو responsible consumption and production، لأن هي دي واحدة من أكتر الحاجات اللي فيها مشكلة، وبتأثر كمان على حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بأهداف التنمية المستدامة. إن إحنا محتاجين نفكر في شكل النمو اللي إحنا بننموه، يعني إيه إن إحنا نبقى بنقيس التقدم بس بالاقتصاد، لازم نفكر إحنا إزاي بنستخدم مواردنا بشكل واعي، إزاي بننتج بشكل واعي، وإزاي إحنا كمستهلكين نستهلك بشكل واعي. الموضوع ده في حد ذاته بيأثر على حاجات كتيرة جدا، من أول العدالة ليها علاقة بالفقر، بالغذاء، بحاجات كتيرة جدا بتتأثر جدا بالهدف ده. فأنا رأيي إن بالذات الهدف ده بيدي حاجة نقدر كلنا نقدر نبقى بنعملها، سواء كشركات، شباب أو حكومات، إزاي إن إحنا نفكر في شكل النمو اللي إحنا بنعمله، إزاي نفكر في استهلاكنا وفي الإنتاج اللي إحنا بنعمله. الوقفة دي في حد ذاتها عندها القدرة إن هي تبقى بتعمل تغيير كبير. ولو ابتدينا نلبس النظارة دي واحنا بنفكر، هو انا لما بنتج بزيادة او بستخدم بزيادة ده بيأثر على ايه ومين، وهل هو بيقلب الكفة شوية؟ في ناس بتبقى افقر، تبقى عندها مشاكل في الجوع، بيجيلها امراض، بتتعرض لكوارث بسبب تغير المناخ، بسبب استهلاكي كتير ده ولا لأ، وان انا اخد مسؤولية على ده. يعني بالضبط، يعني شادي صح. يعني انا يمكن بعد من اكثر الاهداف اللي احنا يعني نركز عليها هي شلون التعاون او الشراكه بين كل الاهداف. يمكن هاي احنا تمرين ناخذه دائما في لما نواجه تحديات او نبتدي نفكر في حلول، ان انا ما اشوف هاي المشكله من نظره واحده، بل من يعني شلون هي تقدر تأثر على كل العوامل الثانية من حوالينها. فيمكن هاي التمرين احنا نقدر ناخذه من لقاء اليوم ونحاول نطابقه يعني، او نشوف التحديات الثانية من رايح يعني. في عندنا سؤال من احد المشاركين هني، ممكن أسئلة، ممكن أمثلة على طبعا الترشيد، يمكن ترشيد الماء أو من اول الغابة حاجه على في مستوى حبه الفرد تفاصيل كده والبيت. صغيره، ممكن تريكس كده يعني صغيره ممكن تعملوها، من اول المشترك اللي احنا بنحط فيه الفيش المختلفه للكهرباء. المشترك ده لو اتساب مفتوح حتى لو الاجهزه مقفوله بيسحب كهرباء، وتقريبا حوالي نسبه 25% بتقل لو بس قفلنا المشترك ده. ان احنا بمنتهى البساطه في الحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش، نبص على الاجهزه الجديده اللي احنا بنشتريها. اي جهاز دلوقتي بنشتريه بقى فيه كاتيجوري من اول A ل D، ايه ده اللي هو اكتر او اكفأ استخدام للطاقه؟ لازم نفكر في كفاءه استخدام الطاقه، ودي ده احنا كده صعب جدا. فده مش بس بيأثر على الاستخدام والبيئه، لكن كمان بيأثر على فاتوره الكهرباء اللي هي دلوقتي بقت غاليه جدا في اماكن كتير قوي حوالين الوطن العربي. فالنقطتين دول مهمين جدا. واحنا بنشتري عربية نفكر هل احنا فعلا محتاجينها ولا لا. انا محتاجها ضروري، ماشي محتاجها ضروري، ابتدي افكر هل ممكن اجيب عربية بالكهرباء، طب استخدامها الوقود شكله عامل ازاي، مش لازم اجيب اكبر عربية ممكنة في الدنيا عشان ابن خالتي عنده زيها. ففي حبة تفاصيل كده ممكن نبتدي نفكر فيها، خصوصا واحنا بنشتري حاجة جديدة. هل انا ممكن اشتري لبس جديد ولا انا عندي لبس كفايه؟ ده اول حاجه. طب لا انا محتاج اشتري لبس جديد، طب ازاي اتاكد ان البراند او المحل اللي بشتري منه سستينبل او مستدام؟ انا اسف لو حواليا دوشه، حواليا دوشه ولا سامعيني كويس؟ كويس. فازاي ازاي ان ده اوكي مستدام اللي انا بجيبه، سواء لبس او اكل كمان. ان انا افكر اشتري من محلات صغيره
مش من هايبر ماركت او محلات كبيره قوي. ده اول حاجه بيدعم الاقتصاد والمحلات الصغيره ان هي تبقى مكمله، فانت فعلا بتساعد ان اسره يبقى عندها دخل حقيقي. وتاني حاجه بتساعد فعلا ان في الجزء اللي له علاقه بالبيئه، لان معظم الفاكهه اللي بتبقى جايه مستورده وشكلها حلو قوي دي بتبقى خدت عندها بصمه كربونيه، يعني كربون فوت برينت كبيره جدا، ان هي سافرت من اماكن بعيده قوي. اشتري وكل الفاكهه في الموسم بتاعها، مش لازم ناكل بطيخ في الشتاء. الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا جدا، وبتجبر الشركات الكبيره والمحلات الكبيره ان هي تغير في شكل المنتجات اللي هي بتحطها لو احنا فعلا ابتدينا نشتري بشكل واعي. وده هتلاقوه نموذج في كل البراندز الموجوده حوالينا دلوقتي، كلها بقى بتتكلم على السستينابيليتي عشان هم طيبين، بس مش عشان بس هم طيبين، علشان احنا ككونسيومرز او كمستهلكين عملنا وقفة، وبان من الماركت ريسيرش بتاعهم ان احنا بقينا مهتمين بالحاجات دي، فهم غيروا في طريقة الاستخدام بتاعهم وإعادة التدوير. فده ردا على اول سؤال. بالضبط، اتفق معاك شادي. وبعد احنا في حلو قوي. المجلس اطلقنا دليل للعادات اللي نقدر يعني نمارسها احنا في اليوم، شلون نقدر نسويها بطريق مستدام اكثر. فال يعني اللي حاب من أنا حابب المشاركين انه أوجه يلقي نظر نظره يقدرون أبص عليه. يعني بعد يحصلون هاي الدليل موجود على الموقع. ان شاء الله نطرش لك اياها. في سؤال ثاني بعد يانا، هو does our role as climate advocates really make an impact in the fight against climate change؟ يعني يمكن هني من نظرة بشكل محدد ان دور الناشطين في قضايا التغير المناخي في الوطن العربي، هل صدق تحدث فرق؟ هل يعني الأثر مالها السؤال ده حلو موجود جدا فعلا ومهم او لا؟ جدا جدا جدا. في مدرستين عشان نبقى صريح، في مدرسة بتقول ان احنا كأفراد ما نقدرش نبقى بنصنع التغيير، والتغيير لازم تصنعه الشركات الكبيرة. انا مش مع الرأي ده، انا مع ان احنا عندنا دور ونقدر ان احنا نبقى مشكل التغيير ده. اول حاجة من خلال عاداتنا واستهلاكنا، وازاي احنا بنوصل ده للشركات الكبيرة اللي حوالينا، لان يعني هما في الاخر بيعملوا ماركت ريسيرش او بحث للسوق، وبيشوفوا ايه ده، انا ما بشتريش مثلا من البراند الفلاني ده عشان هو مش مستدام، انا بشتري من البراند التاني عشان هو مستدام. فالبراند اللي مش مستدام هيبتدي يغير ليه قوانين السوق، هيبتدي يغير من شكل البراند بتاعه، ومن المسجنج او الرساله اللي هو بينقلها، ومن شكل المنتج اللي هو فيه. فكنا ان احنا مثقفين عن اختياراتنا الشرائيه دي بتعمل فرق. ده اول حاجه. تاني حاجه، احنا يعني دايما بقول احنا كطلاب او حتى كناس صغيرين دلوقتي، ممكن ما يبقاش عندنا باور كبير قوي في وسط ال في وسط ال السيستمز او الانظمه اللي احنا فيها، لكن احنا بكره هنبقى بنشتغل في بنوك، هنبقى بنشتغل في شركات، هنبقى صناع قرار. دي طبيعه الحياه، يعني ما فيش لا مفر منها، ده هيبقى متحط فيه. فمن دلوقتي واحنا بنثقف نفسنا وبناخد اختيارات كويسه، بنربي اولادنا لو جم على العادات دي، وبنعمل تأثير على قد ما نقدر في شغلنا. أنا اقتناعي الدفين القوي اللي مؤمن بيه جدا، شكل العالم هيتغير، ومع الجيل الجديد بالذات اللي بشوفه وبتعامل معاه، أنا بقى إيماني بيزيد جدا تجاه الموضوع ده. هما بجد فارقين، يعني فرق ما بيني بيبقى ناس 5 سنين، وبشوف قد إيه هما فارقين فكريا، وقد إيه هما قادرين هما يبقوا بيعملوا التغيير ده. فأنا مقتنع إن إحنا كنشطين في مجال البيئة وقضايا تغير المناخ نقدر نعمل فرق. أتفق معك بعد بالضبط شادي. يعني ساعات أسمع يعني شباب صغار يتكلمون عن مواضيع يمكن أنا ما كنت أعرفها يوم أنا في عمرهم، بس لأن الجيل فعلا تغير. يعني في وايد أسئلة وصلتنا، بس إحنا يعني عشان الوقت بننتقل حق آخر سؤال عندنا، وهو يعني ختاما شادي، هل عندك أي نصيحة أو كلمة حاب توجهها للشباب العرب أو يعني أنا الشباب لو عندي بشكل حاجة عام مجال هبقى التغير المناخي بوصلها، والبيئة؟ أرجوكم حاولوا إن يعني ما تستصغروش أي أكشن ممكن تبقى بتعملوه أو أي فعل، وما تسيبوش حد يبقى بيقول لكم لا ما ينفعش تبقوا بتعملوا تغيير. إحنا فعلا لما ابتدينا، فاكر كويس قوي الناس كلها كانت بتقول علينا مجانين،
واحنا كنا حاسين كده يعني، كنا بنشكك في نفسنا طول الوقت. لكن النهارده بعد 5 6 سنين، مش احنا بس، احنا وفي عشرات من الاورجنايزيشنز والمنظمات والشباب اللي بيشتغلوا دلوقتي مهتمين بقضايا تغير المناخ، خلت الموضوع بقى العادي، بقى ده الطبيعي. وكل مره بفتكر اقول لا ايه ده، التغيير ممكن ما يحصلش، افتكر اللحظه اللي احنا ابتدينا فيها والنهارده الوضع حوالينا عامل ازاي. دلوقتي قضايا تغير المناخ موجوده وحاضره، وتدعو للامل يعني ان يحصل كده. فما تبعدوش اي تغيير، وما تصغروش اي اكشن ممكن تبقوا بتعملوه او اي فعل صغير. لو انا نزلت بس بشنطه ريوزابل او ينفع اعيد استخدامها، بتمنع فعلا كمية أكياس بلاستيك إن هي توصل البحر، وإن هي تموت كائنات حية كتيرة جدا. لو هو ده هيبقى بصمتي في الدنيا، هي تستاهل، مش قليلة. فبلاش نستصغر الحاجات. يعني ما كنت تقدر تقول بطريقة أفضل صراحة، لأن يعني هاي في نهاية اليوم هاي الكلام اللي احنا نحاول نواصله للكل، أنه يعني أنت في يعني صح، وجودك على الأرض أنت قاعد تسوي تغيير، فهو يا بيكون سلبي يا بيكون إيجابي، فيعني أن نحاول قد ما يعني نقدر ربنا أن يخلي بصمتكم تكون هاي الإيجابية كده البصمة دايما. إيجابية. شكرا جدا. شاجيت إن شاء الشرف الله. كله ليا والله. شاري صراحة تشرفت جدا بالحديث معاك اليوم، الحوار كان مثري، وان شاء الله ان شاء الله الحضور استفادوا وتعلموا واخذوا من مثالكم، يعني كثر ما انا اخذ شخصيا، واحنا والله أنا فخور فخورين بيكم جدا جدا جدا، بوجود يعني وشكرا بجد شباب على كل مثلكم حاجة أنتم على بتعملوها نفس جرينتش. حقيقي. والله شكرا لكم، انتم احنا نقتدي فيكم ان شاء الله مع بعض، يعني تقدر بصماتنا صدق تكون ايجابية. شكرا لك، وشكرا للشباب اللي موجودين معنا في اللايف، ان شاء الله نقدر نلتقي يعني مرة ثانية والحوارات بعد شكرا لك، يعني باي باي. تتوسع وتكبر. شكرا.